السعودية تطفو على بحر من اليورانيوم، جملة لم يتوقع أن يسمح يوم أشد المتفائلين بمستقبل المملكة ولا أكبر المتشائمين من مصير إيران في المنطقة. فمخزون اليورانيوم الهائل الذي أعلنت عنه السعودية على لسان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ليس كل ما في الحكاية، بل هناك في حبكة القصة ما يجعل إيران تتلمس بطحة نووية على رأسها ويوقف المنطقة كلها على قدم واحدة بانتظار ما ستطبخه الرياض، التي أعلنت عن بدئها الإجراءات النووية وصولا للكعكة الصفراء. ولمن لا يعرف هذه الكعكة، فإن امتلاك قطعة منها حلم مال وقوة ونفوذ، وتذوق بعض من منتجاتها النووية رعب وويل وثبور، رغم أن بيانات السنوات الماضية من الرابطة النووية العالمية تبين تملك أستراليا الحصة الأكبر لموارد اليورانيوم بنسبة وصلت 28% من الحصة العالمية، تليها كازاخستان بنسبة 15%، ثم كندا بنسبة 9%، ومن بين الدول العربية تبرز الأردن بامتلاكها 1% من الحصة العالمية. فما الذي اكتشفته السعودية في باطن أرضها لتنضم للقائمة؟ وما هو مستقبل اليورانيوم في المملكة الخليجية التي لا تتوقف الثروات عن الاندفاع من تحتها؟ اليورانيوم 235، أصل الحكاية. قبل الخوض في تفاصيل مستقبل استثمار اليورانيوم في السعودية، لابد من الإجابة على السؤال الأهم: ما هو اليورانيوم؟ يعد اليورانيوم عنصراً شائعاً نسبياً في قشرة الأرض بنسبة أكبر بكثير مما هو موجود في الوشاح، وهو مكون من معظم الصخور وحتى البحر. ورغم أن إجمالي موارد العالم من اليورانيوم غير معروفة بدقة، لكن المقياس الوحيد ذو المغزى لأمن التوريد على المدى الطويل هو الاحتياطيات المعروفة في الأرض التي يمكن تعدينها. في وقت لا يعد شيوع اليورانيوم مؤشراً على قدرة الاستفادة منه نووياً، بظل حقيقة أنه يحتوي على العديد من النظائر الطبيعية المنشأ، إذ إنه لليورانيوم نظيران بدائيان هما اليورانيوم 238 واليورانيوم 235. وبينما يشكل اليورانيوم 238 غالبية اليورانيوم في العالم، إلا أنه لا يمكنه أن ينتج تفاعلاً انشطارياً متسلسلاً، فيما يمكن استخدام اليورانيوم 235 لإنتاج الطاقة عن طريق الانشطار. وهنا تكمن المشكلة، لأن اليورانيوم 235 ببساطة يشكل أقل من 1% من اليورانيوم الموجود في العالم. ولجعل اليورانيوم الطبيعي أكثر قدرة على الانشطار، لا حل إلا بزيادة كمية اليورانيوم 235 في العينة من خلال عملية تعرف بإثراء اليورانيوم. وبمجرد إثراء اليورانيوم يمكن استخدامه بشكل فعال كوقود نووي في محطات القوى لمدة 3 سنوات إلى 5، ما يعني القدرة على تشغيل المفاعلات النووية، سواء للوصول إلى الاستخدامات السلمية كتوليد الطاقة أو لأهداف عسكرية مرعبة تتمثل بتصنيع الأسلحة النووية. وحتى بعد الانتهاء من تخصيب اليورانيوم بالمفاعلات، يظل هذا العنصر مشعاً، ما يؤكد ضرورة التخلص منه باتباع إرشادات صارمة لحماية الإنسان والبيئة. يورانيوم فسلاح نووي. يبدو أن قصة اليورانيوم لم تبدأ في السعودية، مع تصريحات وزير الطاقة حول وجود كميات هائلة من دون تحديدها تماماً. فلطالما غمزت السعودية إلى أنها تمتلك كميات كبيرة من هذا العنصر المشاع، لكن المملكة اليوم باتت أكثر وضوحاً من حيث إعلان سعيها لاستغلال اليورانيوم تجارياً بالشكل الأمثل، مع ضمان إضافي لإنتاج الماء والكهرباء وتعزيز صناعة الطاقة في المملكة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء في السعودية والزيادة المطردة في استهلاك الوقود الأحفوري، حيث من المتوقع أن تتجاوز ذروة الطلب على الكهرباء 120 جيجاوات، ما يفرض على المملكة السعودية
بناء قطاع للطاقة البديلة يفي باحتياجاتها من الطاقة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلات والطاقة الحرارية للعمليات الصناعية. ورغم إعلان الرياض عزمها التعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية وأنها بصدد البحث عن الشركاء المناسبين، لكن في الحقيقة هذه ليست إلا نصف الحكاية، إذ إن مساعي الرياض لإنتاج الوقود النووي لأغراض ربما عسكرية لم تعد خافية على أحد، وتدب الرعب في قلب إيران خاصة بعد أن تحدثت السعودية مرارا عن الاحتفاظ بحقها في تخصيب اليورانيوم كجزء من برنامجها للطاقة النووية، بل والوصول إلى إنتاج قنبلة نووية في ظل إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم والاستمرار ببرنامجها النووي المثير للجدل، قبل أن تبدأ المملكة في أولى خطواتها في مجال الطاقة النووية والاعتماد على اليورانيوم، حين أعلنت عام 2019 أن برنامجها للطاقة النووية بدأ فعلاً عبر مفاعلين يبلغ مجموعهما 3.4 جيجاوات، على أن تقوم لاحقاً بتقييم احتمال توسيع قطاع الطاقة النووية لديها، إضافة إلى تأهيل علماء محليين في عملية استكشاف وإنتاج اليورانيوم وتوظيف الخبرات في هذا المجال لتطوير موارد اليورانيوم بهدف اكتساب تقنية جديدة في استخلاص الكميات المتوفرة لديها، مع وضع خطط لاستخراج اليورانيوم المحلي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي من خلال برنامج لتدريب وتطوير القدرات البشرية وتوطين تقنيات إنتاج أكسيد اليورانيوم، وبرنامج الاستكشاف والتنقيب عن خامات اليورانيوم والثوريوم في المملكة. اليورانيوم يفيض. يبدو أن عين الغرب لم تغفل عن يورانيوم السعودية حتى قبل الإعلان الرسمي عنه، فبحسب صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير نشرته عام 2020، ستكون السعودية قادرة على إنتاج أكثر من 90,000 طن من اليورانيوم من 3 رواسب رئيسية في وسط وشمال غرب المملكة، ما يمكنها من تطوير برنامجها للطاقة الذرية عبر شراكات مع دول مختصة، كما أن مخازن اليورانيوم الموجودة في باطن الأرض في السعودية تشي بأن حجمها الحقيقي سيكون زائدا عن حاجة مفاعل نووي أو مفاعلات. ومع تمكن السعودية من استخراج ما يكفي من اليورانيوم محليا، فإنها بدلا من أن تعتمد على أطراف أجنبية يمكن أن تشرع يوما ما في برنامج أسلحة خاص بها، إضافة إلى البعد التجاري الذي سيتيح للسعودية تنويع مصادر دخلها وزيادة صادراتها من النفط وتوفير الكميات التي كانت تستهلكها من الطاقة الهيدروكربونية محليا، لجانب الاستفادة من الارتفاع المضطرد بأسعار اليورانيوم عالميا، ما سيحول السعودية إلى مصدرة يورانيوم للدول التي تمتلك مفاعلات نووية. الكعكة الصفراء. لم تكد التصريحات الرسمية السعودية حول اليورانيوم تخرج متضمنة الحديث لأول مرة عن عزم المملكة تصنيع الكعكة الصفراء، حتى ثارت التساؤلات حول ماهية هذه الكعكة التي شغلت العالم. وفي شرح علمي مبسط، فإن الكعكة الصفراء إحدى مراحل إنتاج الطاقة النووية، سواء للاستخدامات السلمية أو العسكرية لتطوير سلاح نووي، إذ تعد الكعكة الصفراء شكل صلب من خليط أكسيد اليورانيوم ينتج من خام اليورانيوم في عملية استعادة طحن العنصر المشع. وتكتسب الكعكة الصفراء اسمها من لونها الأصفر الذي تكتسبه حسب مستوى الشوائب بعد التجفيف، إضافة إلى شكلها الشبيه بعجينة الكعكة. وعادة يتم شحن الكعكة الصفراء من المنجم إلى المفاعلات لتكريرها مرة أخرى من الشوائب عبر تحويلها إلى غاز سادس فلوريد اليورانيوم UF6، وأخيرا تخصيبها وتصنيعها وتحويلها إلى وقود نووي. وتحتاج الكعكة الصفراء ضمن سلسلة إعداد الوقود النووي إلى وقت يمكن أن يستغرق 18 شهرا في منجم اليورانيوم قبل وصول الكعكة إلى المفاعل النووي لإنتاج الطاقة، وهذه العملية لا تتم إلا في 5 منشآت في العالم حاليا، بالولايات المتحدة وكندا وفرنسا وروسيا والصين.
إلا أن هناك دول أخرى تنتج الكعكة الصفراء بشكلها الخام من المناجم ثم تبيعها إلى إحدى الدول الخمس لتحويلها إلى غاز. وما يدل على ازدهار تجارة الكعكة الصفراء وجود شركة في المملكة المتحدة باسم الكعكة الصفراء، ومهمتها شراء كميات متفق عليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كأحدى أشكال تجارة تحول الكعكة الصفراء إلى الغاز، وإعادة المادة الناتجة للشركة وبيعها مجددا للأسواق لاستخدامها بالمفاعلات النووية، إما لإنتاج الطاقة بالاستخدامات السلمية أو حتى للاستخدامات العسكرية وإنتاج الأسلحة والقنابل النووية.